يوجد تحالف استراتيجي بالمعنى السياسي الحقيقي بين أمريكا وإسرائيل. ما هو قائم عملية توظيف أمريكية لإسرائيل. إسرائيل ليست أكثر من مصلحة أمريكية، ليست أكثر من دولة وظيفية أو كيان وظيفي مهمته خدمة الأهداف الأمريكية والأهداف الاستعمارية. هذه هي الحقيقة، ولذلك تحرص الولايات المتحدة على بقاء هذا الكيان ولبقاء هذه الدولة لكي تخدم أهدافها في إبقاء المنطقة العربية مجزأة متأخرة متناحرة. الولايات المتحدة الأمريكية معنية ببقاء الوضع، معنية بالضغط على الشعب الفلسطيني، ومعنية بكسر إرادة الشعب الفلسطيني وكسر إرادة الأمة العربية من وراء.